اهلا بكم اعزائي المشاهدين في عدد جديد من حصه بلا قيود. يسعدني ويشرفني ان يكون ضيفي في هذا العدد الوزير السابق والاستاذ الجامعي السيد عبد العزيز الرحابي للحديث عما يجري داخل الساحه السياسيه بالوطن، وكذا تحليل بعض المواقف التي تجري خارج الوطن، خصوصا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، تحديدا علاقاتنا مع جيراننا أشقائنا وأصدقائنا. أما في الجزء الثاني ستكون معي رئيس حزب العدل والبيان السيدة نعيمة صالحي للحديث أيضا على نتائج الانتخابات والحديث عن الهزيمة التي تلقتها عدد كبير من الأحزاب التي تصنف في خانة الأحزاب الصغرى. طبعا قبل ذلك يسعدني ويشرفني انه كالعاده الاستاذ الجامعي والوزير السابق سي عبد العزيز الرحابي شرفني بحضوره. مرحبا بك سيد الوزير، بارك الله فيك على تلبيه الدعوه. شكرا سيدي. كيفاش قريت سيد الوزير النتائج الاخيره للمحليات اللي ما نقولش عرفت مفاجاه، ربما التيار الوطني حافظ على الصداره، حزبي السلطه لا فلان ولا راندي حافظوا على الصداره، وجاء طبعا حزب المستقبل في المركز الثالث. اما خلي مانيش عارف لا نصنفها في خانة المفاجأة ام لا، تراجع التيار الاسلامي. اولا ان الانتخابات تجري في ظروف عادية، وهذا في حق في حد في في حد في 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 الظرف اللي تعيشه الجزائر داخليين وخارجيين، هذا في حد ذاته انجاز، لان تعرف المسؤوليه في الجزائر ترجع اساسا الى الاداره في تنظيم الانتخابات. اذا برزت قوى سياسيه جديده اهلا وسهلا، لان البلاد في حاجه الى تجديد العمل السياسي، تجديد الأجيال، تجديد الخطاب، لأن عندنا كذلك أزمة خطاب وأزمة مفاهيم وأزمة كيفية التواصل مع الجيل الجديد، مش ممكن التواصل معه بالخطاب القديم. هذا في حد ذاته أعتقد في الظرف الحالي في الجزائر في حد ذاته الطبقة السياسية كانت عندها مسؤولية في أن هذه الانتخابات تجري في ظروف عادية. ثانيا العامل الثاني هو أن هذه انتخابات تاع البلدية الناس كل تنظر إلى الرئاسيات وتعتقد أن هذا الممر الأول للرئاسيات، هي هذه المحطة اللي تحضر للرئاسيات، فقد تعطيها صبغة أو طابع خاص أو نكهة خاصة بحكم أن النظام الجزائري نظام رئاسي محض، والسلطة الحقيقية ممركزة عند رئيس الجمهورية للأسف شديد، لأن التطور العام في دول العالم هو أن يكون توازن بين السلطات، ما يكونش سلطة تهيمن على السلطات الأخرى، مش فقط في العمل الحكومي اليومي ولكن كذلك في البرلمان ومجلس الشيوخ في العدل. هذا توازن السلطات هذا مفهوم مازلنا ما استوعبوش العمل السياسي في الجزائر، ما استوعبتوش حتى النخب للأسف شديد، مازلنا نعمل بالمفاهيم تاع القرن الماضي. تفضل سيدي الوزير كمل الفكره. نتجه الى اختفاء عصر الزعيم في العمل السياسي، ورانا في 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 عهد يعني النجم، اصبح ربما ما يعرف بالنجم قد يحقق نجاحات معينه، قد يكون يتفاعل في الوسائل التواصل الاجتماعي، في كذا، في التلفزيون، في كذا. اما انه نشوفه الان خاصة الأحزاب الإسلامية تراجعت، والكثير يرجعها إلى أنه الآن بعض الأحزاب ما تعرف بأنه اللي هيمن عليها ما يعرف بالزعيم أو القائد بدأت تتراجع. تحليل هذا صائب سيد الوزير؟ لا أعتقد أن هذه خصوصية الأحزاب الإسلامية أو الزعيم أو الزعامة، هذا مرض قديم. نتكلم عموما طبعا مرض قديم في النظام الجزائري، بدا مع مصالح الحاج العالم الثالث. لا مع مصالح الحاج أكيد موش غير الجزائر، ولكن إذا حكينا على الجزائر، الجزائر بدا مع مصالح الحاج وكمل في الاستقلال مع بن بلة الله يرحمه، والثورة حتى الثورة ثورة التحرير عرفت هذه مشاكل تاع الزعامة في أغلب من الأحيان كملت بعنف. فبالتالي هذه ليس بالجديد في الثقافة السياسية السائدة في الجزائر منذ الخمسينات. المشكل اليوم أن عندما تخلق شرعيات جديدة
هذا مجتمع جديد لازمه شرعيات جديدة، شرعية العلم، شرعية المعرفة، شرعية الكفاءة. صندوق شرعية الكفاءة، التواصل بين الأجيال. ما تقولش عندي جيل من نار وعندي جيل من رماد، بل تخلق وصول التواصل بين الأجيال هذه لتخلي أن تبدل الجيل، قد يتبدل الخطاب، قد تبدل المفاهيم، ولكن تبقى القيم الأساسية اللي تركزت عليها، اللي تبنيت عليها الدولة الجزائرية واللي تبنيت عليها المقاومة الجزائرية تبقى قائمة موجودة في المجتمع الجزائري. أنا مانيش خايف من أن هذه القيم التي تحكم العمل السياسي أو العمل الخيري أو العمل اليوم في الجزائر أن تندثر بين الليلة وعشية وضحاها. سبب تراجع الإسلاميين سيد الوزير حسب رأيك؟ سبب رئيسي للتراجع اللي خلي نقول أنا شخصيا نتفاجئ لما نشوف بأنه البعض يرجعوا فقط للتزوير والكذا، رغم أنه حتى التواجد فيه تراجع كبير. يعني لما تشوف أحزاب إسلامية متواجدة ب 100 و200 بلدية وفقط، يعني هنا ديجا خسارة، رقم ديماري خسر. هو أولا لازم تشوف الإطار العام السياسي العام والظرف العام اللي عشته الجزائر من التسعينات إلى اليوم، وما تعيشوا كذا ما يعيشوا جيراننا في تونس وفي المغرب، والوجود تاع التيار السياسي. التيار السياسي الإسلامي حقيقة تاريخية في الجزائر، تجمش تنكرها، تقدرش فعلا. أما أن الشكل تاعها اللي تتمارس به السياسة عن طريق الأحزاب، أنا آسف شخصيا أنا تراجع، أن الجمعيات الخيرية تراجعت كثير. صحيح. يعني لو نقارن اليوم العمل بالنسبة عما كان عليه أيام بوسليماني الله يرحمه وسعليه في حمص، في حمص، حتى في الأحزاب الأخرى تراجعت كثير. صحيح. العمل الخيري، وكذلك طبيعة النظام الجزائري تخلي أن الأحزاب أساسا تخدم على السلطة، تخدم على الرئاسة أو البرلمان أو الوزارات. يعني حتى الأحزاب الإسلامية دخلت في هذا اللعب. أكيد أكيد أكيد. ومن دون شك سيد الوزير، خلينا نزيد نفتح قوس، ما تشوفش بلي حتى المواطن جرب الأحزاب، يعني الإسلامية وغير الإسلامية، يعني لما تكون حاجة جديدة ممكن الناس تشوف فيها الأمل، تشوف فيها كذا. الآن خلينا نتكلموا بصراحة، بعض الأحزاب بما فيها الإسلامية وغير الإسلامية يشوف الآن مثلا في النواب تاعه وفي رؤساء بلديته ما كانش إنجازات معينة، يقول لك لماذا؟ يعني حتى المواطن، وعلاقة الجزائري بالسياسة المحلية تغيرت أساسا. يعني صحيح. يعني لو تقارن منذ من الاستقلال إلى أنا ذاك، كان طابع الإيديولوجي تغلب على بما في ذلك السياسة المحلية. صحيح. تتذكر في الستينات في السبعينات أيام حرب الفيتنام، كانت البلديات نائية داخل البلاد دير بيان تندد بالحرب الأمريكية ضد فيتنام مثلا. هذه كانت حقيقة سياسية. الجانب الإيديولوجي طغى، وهذا لسبب تاريخي واضح، لأن خرجنا من حرب تحرير، فطغى الجانب الإيديولوجي في العمل السياسي بما في ذلك المحلي. ثم تطورت هذه السبعينات بحكم التكوين كذلك، بحكم الجامعات اللي فتحت الجزائر في السبعينات، بحكم المدارس، بحكم ارتفاع المستوى، ارتفع كثير مستوى تاع الوعي، مستوى تاع التكوين ومستوى تاع الوعي. هناك قفزة نوعية رائعة بين الستينات والثمانينات في الجزائر. ثم ولكن كان عامل دائم يسير هذا الوضع هو القبلية والجهوية والعروشية وهلو ما جرى، هذا عمل حقيقي كذلك. ولكن برزت في التسعينات قوى سياسية جديدة بما يسمى مثلا تفتحت على التيار الديمقراطي، المجتمع المدني، النقابات، وأخيرا رجال المال والأعمال اللي فرضوا نفسهم كقوى سياسية بحكم أنهم يوفروا الشغل، يتصدروا القوائم. وهنا تسمح لي سيد الوزير، البعض ينتقد هذه تاع الاحزاب في هذه التعدديه اللي نعرفوها، انه يقول لك بانه هذه الامور تاع راس القائمه اضرت بالعمل السياسي اكثر من اللي نفعته. يعني يقول لك لما كانت قائمه واحده ونكوشيو على الاسم فقط نجيبوا الكفاءه، الان اللي عينه يجي للبرلمان والله يجي بين قوسين للبلديه يروح يسلك يجيب القائمه يتصدر القائمه، مبروك عليه. دخل المال القوي، دخل المال، يعني دخل المال. يقول لك أضر بالعمل السياسي، ولكن كان متوقع تاريخيا، هذا تطور طبيعي في كل المجتمع، يعني كما راه يجري في العالم كاع، مش غير مش خاصية. ولكن المشكل هو القانون، هو التقنين، هذا كيفاش تتعامل مع المال في السياسة. انا طرحت سؤال رئيس حزب يقول لي
يا أخي إحنا نحتاج على الأقل في القائمة رجل ثاني يكون من رجال المال والأعمال لأنه هو اللي يصرف يمون يصرف في الحملة الانتخابية. أعتقد أن هذا تبسيط خطير لأن يعني الأحزاب السياسية تقبل أن تساوم السلطة، لأن إذا كان في أذهان الناس، إذا كان في أذهان الناس السلطة هو الوصول إلى الثروة والوصول إلى الحسنة، تصبح تخاف من عمل السياسي حقيقة. لازم تقبل رجل المال والأعمال لأنه يساهم، لأنه يساهم يعطي شغل يخلق ثروة، قد يوزع ثروة تعودك بإنصاف، ولكن كل شيء لازم يكون في حدود القانون. المال ما يحلش حال القانون، محل القانون، هذا هو المشكل. المال ما يحلش محل القانون، يبقى القانون فوق الجميع وهذا مهم، وتبقى العدالة كذلك فوق الجميع، ودور العدالة أساسي في النمو في التطور تاع النظام الحالي. كيفاش خلينا نزيد ونربطه، كيفاش إلغاء قانون الذي كان منتظر أنه يصدر البرلمان الضريبة على الثروة؟ شتو بأنه أعتقد أنا أول انتفاجأت لأن من ناحية التقنية يصعب كثير، صحيح يصعب كثير تطبيقه. والشيء اللي يضر بالقانون هو أنك تدير قانون وما يتطبقش، كما حكاية الشاك 500 ألف دينار وأهله مجرى، أكيد أنهم تسارعوا في تقديم هذا المشروع. ولكن يا حبذا لو النواب والحكومة انتبهوا إلى مشاكل أساسية يومية تاع الجزائريين، مثلا الإطعام والتدفئة تاع المدارس، هذا اعتقادي، في اعتقادي استراتيجي أكثر من كل اعتبارات. راضي سيد الوزير وانت اللي كنت على رأس القطاع، قطاعنا قطاع الإعلام، راضي على المشهد الإعلامي في الجزائر؟ كاين تطور؟ إذا تشوف الإمكانيات، إذا تشوف الخبرة تاع العشر سنوات في الأخيرة، في نقائص كبيرة. أولا في سبق إعلامي، في قذف كثير، ما فيه جدية في البحث حول المواضيع. ولكن كل هذا أنا نصنفه في التجربة. صحيح. التجربة. صحيح. هل نحتاج 10 سنين أو 20 سنة أخرى؟ لا أعرف. نصنفه كذلك في مسؤولية الدولة في التكوين، صحيح، في مسؤولية الصحافي في الاجتهاد، وفي مسؤولية مالك التلفزيون ولا الراديو في تكوين الصحافي وأعطيه الإمكانيات باش يتطور. عندما تقارن مثلا عدد التلفزيونات اللي عندنا بالنسبة لعدد السكان، نحن في التصنيف في العالم العربي فقط في ذيل التصنيف، هناك أكثر من 840 تلفزيون في العالم العربي. لو تقارنها بعدد السكان احنا في ذيل هذا التصنيف، مع أن احنا عندنا إمكانيات وعندنا كفاءات، ثبتت حقيقة الكفاءة في التلفزيونات الأجنبية، عندنا ثقافة، عندنا حضارة كبيرة، عندنا امتداد تاريخي قديم يسمح لك يعطيك هوية أنك تدير فيها 200 تلفزيون ما تكفيش. كلما تشوف سيد الوزير بأنه مهما كان، أنا معاك نشاطرك في أمور، لكن مهما كان استطاعت هذه التلفزيونات الخاصة أنها توزيح قنوات أجنبية على المشهد الجزائري. أكيد، أكيد، بدون شك، إنجاز بدون شك، رغم كما قلت رغم عدم توفر الخبرة، رغم أنه ما هيش نفس الإمكانيات لما تشوف مثلا أنت سيد العارفين، لما تشوف قنوات أجنبية بإمكانيات ضخمة مقارنة بقنواتنا، بدون حتى شك. الدعم الحكومي لهذه القنوات ربما كاين إنجاز، خلينا نقولوا كاين إنجاز. أكيد، أكيد، أكثر من ذلك، هي ساهمت كثير القنوات بما يسمى هذه القنوات الخاصة. أنا ما نحبش الكلام بين القنوات الخاصة، قنوات التلفزيونية الجزائرية، هذه ساهمت كثير في تحسين سيادة الجزائر فيما يخص الإعلام. لأن يعني أصبحت فعلا، أنا معك، ذراع للأمن القومي للبلاد. أكيد، سلطة ناعمة، هذه سوفت باور، هذه اللي موجود في دول الخليج، قوة ناعمة، دول صغيرة، فهذه قوة ناعمة عندها نفوذ مهم كثير. صحيح. أن الجزائر تتحسن بإعلامها الداخلي مهم. يبقى الآن أنك تمر إلى مرحلة ثانية نوعية، أن الإعلام تاعك يكون عنده وجود في الخارج، وجود قوي، تحتاج إمكانيات مالية. أكيد. ربما أكثر. راضي أنت على أداء وزير الاتصال الحالي سي جمال كعوان؟ الكثير يشوف فيه بأنه ليس، أنا أعرف أن منصب هذا الوزير مهم وصعيبة، لأن كثير، لأن الناس كل تدخل في الوزارة هذيك،
لكن الكثير يشوف فيه بأنه رجل خلينا نقول هادئ رازين أعاد نوعا ما الاطمئنان للقطاع نوعا ما. الله يعطيه القوة لأنه ميدان يعني شفنا بأنه بدأت تغيب هذيك الغل والحقد اللي كان في القطاع في وقت سابق أكيد هو خطاب. وهذيك الشحنة اللي كانت بالإعلاميين ربما والقطاع الآن زالت يعني كاين تواصل خطابه هادئ ولكن هذا من مسؤولية الدولة. أتذكر أنا عندما عيني رئيس لنيزروار الله يذكره بالخير في 89 قلت له سيد الرئيس قلت له إذا تحوس على وزير يلوح الصحفيين في الحبس شوف خطأ ما يخطيني هنا. قال لي أنا نحوس على وزير يعدل لي العلاقات مع الصحافة يتواصل مع الصحافة للأمانة نشوفه في هذا الشيء. أعتقد 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 أن هذه مسؤولية الوزارة ومسؤولية حتى مدير التلفزيون مدير الوكالة الأنباء الجزائرية. أحكي الاتصال المؤسسات. أنا من الناس اللي يعتقدوا أن الجزائر الإعلام تاعها يكون قوي عندما يكون عندها إعلام حكومي قوي. صحيح صحيح قوي وعنده إمكانيات وعصري وعنده امتداد قوي في الخارج يواكب الدبلوماسية. صح مش ممكن مثلا تكون عندك دبلوماسية. شوفوا سيدي الوزير يعني خلينا نزيدوا نستشهدوا شوفوا معظم الدول العالم الآن عندها أذرع إعلامية تحت على الدولة يعني أكيد. روسيا اليوم فرونس 24 الجزيرة العربية يعني سمي سكاي نيوز الآن يعني الإمارات أمريكا عندها تلفزيون عندها راديو وعندها يعني معظم الدول العالم حتى الصين أكيد كل يعني دول مصر شفناها مؤخرا تخمم في 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 قناة أصلا الدول بدأت بالإعلام المؤسساتي والطور يعني دبلوماسية موازية هي بدأت أصلا شوف تاريخ كل هذه الدول المتقدمة بدأت بالإعلام المؤسساتي الإعلام الحكومي ولكن تعرف الإعلام الحكومي قوته وين تكون في المصداقية كيف صح. يكسب المصداقية يكسب المصداقية عندما يفتح الفضاءات تاعه للحكومة أكيد صح. للمعارضة للشارع للخبراء بعيد على سياسه بعيد على 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 سياسه شعرك كحل وعينك زرقاء لا بعيد ما تديناش هذيك لازم ما يديرش في ذهنه بانه هو النطق الرسمي للحكومه صحيح صحيح انا شاطرك معها كيفاش مصافحه السيد الوزير الاول مع الملك محمد السادس وكيف تقرا العلاقات الجزائريه المغربيه سيد الوزير اعتقد ان خلينا نستغلك كدبلوماسي اعتقد سابق. اعتقد من باب اللياقه موجودة في كل أن الوزير الأول يسلم على ملك أو يصافحه أو يسلم عليها أو يتبادل معها بعض الكلمات تاع المجاملة أو يحول له تحيات رئيس الجمهورية هذه ما تغطيش اللي في اعتقادي هو الحدث الحقيقي في هذه القمة هو وجود صحراويين رفقت هذا هو سؤالي الثاني كيفاش قريت هذا الحدث اللي يعتبر الأبرز للوزير جلوس يعني تقريب على بعد أمطار فقط مع إبراهيم غالي الرئيس الصحراوي والملك المغربي محمد السادس كيفاش ما عندوش خيار أعتقد أن هناك غرور عند الدول اللي تابعة للنفوذ الفرنسي داخل الاتحاد الأفريقي بأنهم يغيروا قوى التوازن داخل الاتحاد الأفريقي ولكن هذا مستحيل لأن القوة الحقيقية في الاتحاد الأفريقي مش فقط هما الدول الفرنكوفونية ولكن كذلك في جنوب أفريقيا السودان الجنوب اللي تحكي بالبرتغالية كما موزمبيق وأنغولا مثلا هذه الدول عندها كذلك وجود لباس به. ثانيا هذه سياسة تآزر وتأييد المنظمات التحريرية في العالم هذه داخلة في هوية الاتحاد الأفريقي هو أصلا الاتحاد الأفريقي تكون على أساس هذه الهوية مش ممكن أنك كما تكونت الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية على أساس أنها حقيقة الحرب العالمية الثانية موجودة الآن في الأمم المتحدة صحيح لذلك مجلس الأمن لا يعبر على حقيقة اليوم ولكن يعبر على حقيقة 1945 كيف تتكهن تكون مستقبل القضية الصحراوية سيد الوزير؟ شوف هذه كل العالم يقر بما في ذلك الأمم المتحدة صحيح أن المغرب ما عندوش سلطة لا قانونية لا إدارية لا سيادة على تراب الصحراء وهذه قضية تصفية استعمار الحل اللي اختاروه الصحراء والمغاربة يا إما استفتاء أو حل سياسي هذا يهمهم قبل كل شيء هو يكون الحل للأزمة في الصحراء الغربية مصافحة ربما الوزير الأول أحمد أويحيى الملك المغربي حبي يوصلوا ميساج أنه قال مشكل بيناتكم مش بين الجزائر وبيننا
أولا الواحد ما ينساش بأن كان قبل 7 سنوات تقريبا 5 سنوات تقريبا كان برمج أنه يحيى يروح لسبانيا المغاربة لا يروح للمغرب، ولكن المغاربة رفضوا هذه الزيارة ليلة الزيارة في حد ذاتها. فلا أعتقد أن احنا عندنا مسؤولية في الوضع الحالي للعلاقات تاعنا بيننا وبين المغرب، عندناش مسؤولية فيها ولا عندنا مسؤولية في تجميد الاتحاد المغربي. لأن المشكل اليوم الحقيقي هو أن إفريقيا هذه أصبحت قارة جابت كثير مطامع تاع الغرب. الرئيس الإيطالي الآن في جولة في إفريقيا، صحيح. ألمانيا رجعت بقوة في إفريقيا. أمريكا وإنجلترا رجعوا بقوة للدول اللي تحكي باللغة الإنجليزية، لأن أصبحت الصين عندها وجود قوي توغلت بقوة، صحيح. في إفريقيا، فأصبحت القارة الإفريقية العشر سنوات الأخيرة هذه مصدر استقطاب لكل الدول العظمى في العالم. ما تجمش تنكر ذلك، احنا بوابة إفريقيا، صحيح. بوابة إفريقيا، فبالتالي لازم من المفروض ثمن دخول إفريقيا يدفعونا لنا احنا. لماذا؟ لأن احنا يدفعنا ثمن استقرار. احنا عمبالك احنا هم يعني لو نكملوا في كما في السياسة الحالية نصبحوا شنغان تبدأ في الجنوب الجزائري، صحيح. يعني احنا قاعدين نأمنوا في أوروبا ونأمنوا في أوروبا وحدنا، صح، بإمكانياتنا بدراهمنا. خلي زيد نروح للمساعدات اللي اعلن عليها الوزير الاول احمد يحيى. ربما البعض ما فهمش سيد الوزير، قال لك بان رانا في طاق الشغل كذا، المساعدات تاع 100 مليون دولار للجزائر اللي خاصه بمكافحه الارهاب في دول الساحل، هي مساعدات على مدى سنوات، تدخل في اطار هذه الدبلوماسيه ايضا وحفظ وصون امن البلاد مثل هذه المساعدات؟ أكيد لازم أكيد تكون اكيد. احنا نشوفوا المغرب الان الاموال اللي يخسر فيها مع هالدول، اكيد اكيد، ولكن دور ان نقارن مع المغرب لان احنا ما عندناش نفس الاجنده، واحنا والمغرب هما عندهم سياسه افريقيه استهداف الصحراء الغربيه، لا عندهم سياسه افريقيه متنسق مع كثير من الدول بما في ذلك اساسا فرنسا. احنا عندنا سياسه افريقيه مستقله. ثانيا احنا عندنا حدود مع 7 دول افريقيه، المغرب عنده حدود فقط مع الجزائر والصحراء الغربيه. ثالثا احنا هذا كل هذه السياسه الافريقيه نمونها بدرهمنا على حسابنا، صح، على حساب الخزينه الجزائري. لا اعتقد ان هذه الحسابات الضيقه، مثلا يقول لك واحد اعطيت 1 مليون دولار في تكوين شرطة أو جيوش إفريقية وتسليح بنسبة معينة، هذا لا يمثل شيء في تأمين الحدود، صح، هذا يمثل سعر زوز ولا 3 طيارات ولا دبابات. عندما تكون حدود جارك مؤمنة مؤمنة هذه ما عندهاش ثمن. يعني دور استراتيجي للجزائر، أكيد دور أكيد إقليمي واضح في حماية دول جوار دول إفريقية، ولكنك لازم يكون اعتراف باش تأمن حدودك. أولا لازم تكون علاقاتك ملاح مع جيرانك، صحيح، وباش تكون عندك علاقات ملاح مع جيرانك لازم تكون عندك تعاون مع جيرانك. أنا للأسف الشديد أسف أن هذا التعاون ما يكون شامل، صح، يعني نحميك ولكن يكون شامل، ولكن يكون شامل تكون حتى الجانب الاقتصادي لازم طبعا اولا تفتح ابواب للسوق للموارد الجزائريه، ثانيا تفتح مدارس، تفتح مستشفيات، تبعث معلمين، تفتح مراكز ثقافيه، تكون ائمه، تبعث ائمه، يعني يكون عندك وجود حقيقي ووجود انساني. لان الوجود الحقيقي الاستراتيجي هو الانساني. التجاره الناس كل دير التجاره. فرنسا معنا او ضدنا فيما يتعلق بعض الملفات الخارجيه بما فيها موقفها من الصحراء الغربيه، سيدي الوزير دخلت لنا فرنسا؟ لا هذه ليس بجديد، هذه من السبعينات. فرنسا دخلت حتى عسكريا في سنوات جيسكار دستان في 75 دخلت في موريتانيا وضربت الجيوش الصحراويه، هي حليف استراتيجي للمغرب. تعرف هذه العالم الدنيا مركبة على هذا الأساس. من هو رغم المجاملات من طرف الرئيس الفرنسي الحالي ماكرون الجزائر، معليش لازم نحاسبوا على الأفعال، ما زلنا احنا في مستوى الخطاب، خلينا نشوفوا المراحل المقبلة باش نحاسب
رئيس فرنسا. اعترف هو بالجرائم الاستعمار لما كان مرشح متوقع انه يعترف بجرائم الاستعمار الفرنسي وعاود اعترف بالجرائم الاستعمار مع الافارقه، منتظر انه يعترف خلال زيارته المرتقبه للجزائر بجرائم الاستعمار هناك قامت بها بلاده. هناك هناك جدل مفتعل حقيقه مفتعل خلقه ساركوزي في 2008 حول الاعتذار. هذا سمم خلق زرع السم في العلاقات الجزائرية الفرنسية. ما كانش مسؤول جزائري منذ الاستقلال إلى حد الساعة إلى الرئيس بوتفليقة الحالي تكلم مرة وذكر مرة كلمة الاعتذار، ولا يوجد أي مسؤول جزائري. صحيح. مع أن هذه الفكرة على الاعتذار سوقها ساركوزي باش يكسب اليمين المتطرف والأقدام السود والحركة باش يصوتوا عليه، وصوتوا عليه اساسا الجنوب الفرنسي يصوت على ساركوزي. الجزائر نشوف الخطاب تاع بومدين عندما زار جيسكار دسان الجزائر في 75، شوف الخطاب تاع شادلي الجديد مع ميتيران، شوف الخطاب تاع الرئيس زروال، شوف الخطاب تاع الرئيس بوتفليقه، عمره ما ذكر كلمه الاعتذار. تكتب ذكر الاعتراف بالجرائم التي قام بها الاستعمار الفرنسي. هذا هو المشكل الحقيقي. نعترف لكن هذا واش تطلب من فرنسا؟ اعتقد ما راحش يكون فرق. اعتقد شخصيا فرق كبير انك تعترف. الجزائر تطلب من فرنسا انها تعترف، وهذا احسن لهم. تعويضات؟ لا طلبوا منهم تعويضات. لا 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 ما طلبناش تعويضات، لان هذا المشكل مفروغ منه. هناك اتفاقيات افيان ضبطت قانونيا كل هذه الجوانب المادية في العلاقات الجزائرية الفرنسية. ما من 62 إلى حد الساعة ما عندناش مشكل من هذا الناحية، عمرنا ما طرحنا إشكال التعويضات، لأن هناك اتفاقيات بيناتنا. نطلب فقط من فرنسا أن تحتربها، فيها بعض الامتيازات للجالية الجزائرية. كيفاش سيد الوزير تصرف ماكرون مع الرئيس خلال زيارته لبوركينا فاسو؟ يعني قل ليس بالغريب، ولكن هذه العلاقة مميزة تاع فرنسا مع دول النطقة باللغة الفرنسية، خاصة دول الساحل. دول الساحل اللي عندها حدود مع جنوب الجزائر عاد الآن عندها وزن خاص مع فرنسا، لأن هي البوابة الأولى، هي الحاجز الأول للهجرة السرية والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات. طيب فبالتالي هذا اصبحوا حلفاء كبار لفرنسا. صحيح صحيح صحيح. الواحد ما يقللش من العلاقات الاستراتيجيه، مع انها لا فرنسا ولا اوروبا تستثمر الكثير صحيح في محاربه الارهاب في المنطقه. ما قامت به صحيفه عكاظ السعوديه اللي نشرت معلومات على انه حزب الله يبعث اموال وعن طريق وساطة والبنوك الجزائريه وكذا. كيف كدبلوماسي سابق كيف تشوف مثل هذه الاكاذيب وهذا السموم اللي طلقتها هذه الصحيفه؟ وين تحطها سيادة الوزير؟ واش من خانه؟ يعني للاسف الشديد عندما يعني الجزائر، خلينا نزيد نفتح قوس، ماهيش ابدا يعني كما قلت ما كركرتهاش فرنسا. مش معقول، وانت دبلوماسي سابق وتعرف، مش معقول ولا مقبول انه تكركرها لا ايران لا السعوديه لا اي طرف من هؤلاء. للاسف الشديد كاين نسبه كبيره من الصحافه في دول الخليج ما يعرفوش الجزائر اصلا. يعني هذه اللي تحيرني، يعني لما يتكلم عن الجزائر بهذا الامر تحير. يعني مليون ونص شهيد، وفرنسا الاستعماريه تجي انت صحيفه يعني في بلاد ربي وفيك امام يعني قدام بيت ربي سبحانه وما يخافوش ربي. يعني الجزائر وما ادراك ما الجزائر، تصغرها لهذا الحجم، ترجعها انت تجي تتعامل مع حزب الله ولا مع واحد. يعني احنا المقاومه موقفنا علني معروف جاهرين به اننا ضد الكيان الصهيوني. هو قلت لك اولا نراجع الى ان الاعلام في دول الخليج اساسا ما يعرفش الجزائر. ثانيا نراجع الى مسؤوليه عندنا احنا كذلك. احنا فتحنا غلقنا الجزائر على المراسلين الاجانب، ما عطيوش الاعتمادات للصحف الاجنبيه باش يجي يعيشوا معنا ويعرفونا ويكتبوا علينا. يعرف الحقيقه. ثالثا هما يعرفوا ان علاقتنا مميزه مع الفلسطينيين. واضحين احنا فيها. هما يعرفوا واضحين يعرفوا ذلك. في اغلب الاحيان تحاول الصحف تخلق البلبله. في التسعينات كانت نفس الشيء في حرب الخليج، كثير من الصحف كتبت ان صدام حسين راح يجي
اللجوء السياسي في الجزائر وخلقت لنا مشاكل كبيره مع امريكا ومع فرنسا والوقت انصفنا مع التحالف. الوقت انصفنا في كل الملفات الخارجيه ديما الوقت ينصف ولكن يخلي اثار، الخبر يخلي اثار صح. ما كانش خبر بدون اثار صح، سلبيه وايجابيه صح. طيب ربما اسئله باختصار سيد الوزير وانا نختتم، ممكن ترامب فعلا يعترف بالقدس كعاصمه للكيان الصهيوني يوم الاربعاء كما تداولته بعض وسائل الاعلام الدوليه بما فيها الأمريكا، ممكن يقدم على هذه الخطوة الخطيرة؟ إن شاء الله أنا نكون غلط. لا أنا خاف عم بلي أن ترامب يخضع كثير لضغوطات داخلية، لأنه شوف الآن ترامب عنده مشاكل داخلية قوية صحيح، مع الجماعة تاعو اللي تعاملوا مع الروس، مع المشكلة تاع إيران، المشكلة تاع كوريا الشمالية، قد يأخذ قرار. أنا لا أعتقد شيء أنه راح يأخذ القرار لأن التداعيات تاعه كبيرة، التداعيات تمس كل المسار السلم في المنطقة، ولكن قد يوحي بأنه راح يأخذ قرار باش يخفف من الضغط اللي عليه في اللي جايه من كوريا والملف تاع تدخل الروس في الانتخابات تاع الرئاسية الأمريكية. طيب الملف اليمني سيد الوزير، يعني شفنا الرئيس السابق صالح انقلب الآن على الحوثيين تقريبا في اخر الاخبار، قال لك ممكن جدا انه يتحالف مع، كيف تشوف هذا؟ للاسف اليمن تعرف شعب عريق وشعب طيب، واعزر الثوره الجزائريه بقوه صح. وكان عندي اصدقاء في الشمال وفي الجنوب، انا شخصيا كان عندي اصدقاء في الشمال وفي الجنوب في حياتي الدبلوماسيه. للاسف الاليات العربيه الشامله اللي تخلي انك تضغط باش يكون سلم مفقوده، الجامعه العربيه مجمده مشتتة، حتى إلى في فرح مرحلة معينة هيمن عليها دول الخليج، ولكن اليوم حتى دول الخليج منقسمة حول قضية اليمن. الحل يبقى سلمي، الحل مش عسكري. طيب من حق الجزائر أنها لا تشارك في هذا؟ لا من حقنا واضحة. الملف الكوري الشمالي سيد الوزير، الصاروخ الأخير اللي أطلقه الرئيس الكوري كيم جون أون، هذا هو هذا يصل الأمريكا، هو الإعلام يبسط كثير المشكلة تاع كوريا الشمالية، ولكن المشكلة تاع كوريا الشمالية معقد إلى درجة كبيرة، لأن كوريا الجنوبية في حد ذاتها ماهيش مستعدة وما عندهاش إمكانيات أنها تستوعب أو تبلع كوريا الشمالية، تصبح عندها حدود مع الصين ومع الروس، جيوبوليتيك في المنطقة هذيك معقدة كثير، وكوريا الشمالية تعتبر أن من حقها أنها تكسب الطاقة النووية، لأن للأسف الشديد منذ الحرب العالمية الثانية كل الدول اللي كسبت الطاقة النووية عاشت في أمان. يعني الناس تحصن روحها ضد أي تدخل أجنبي عندما تكسب الطاقة النووية. يبقى أعتقد أنا شخصيا هذا المشكل يحل بين الكورياتين، مع أن هذا طبيعة النظام تاع ترامب مخيف شيئا ما، مصادم، ممكن كل مغامرات ممكن في المنطقة هذيك، كل مغامرات ممكن. طيب آخر سؤال سيد الوزير، كيف شت التقارير الإعلامية اللي تكلمت على أنه لاسيا كشفت علاج المرض السرطان سنة 1983 لكنها تخفيه؟ يعني لا أعتقد، لا أعتقد شخصيا، أعتقد أن تعرف هو دائما مش لهذا كما يخص، دائما كي تعود الأمور حول دائرة الاستعلامات الناس تأمن بالجوانب اللي فيها الغموض أكثر من الجوانب اللي فيها النور صحيح. فبالتالي لا أعتقد، يعني لأسباب صحية، لأسباب مالية، لأسباب نفوذ هذا النظام الأمريكي، المنافسة فيه قوية، ولا حتى الأسرار ما تطولش عندهم، لأن قانونيا الأسرار ما تطولش في أمريكا، ولا لا أعتقد هو الشيء اللي حقيقي في كل العالم، حتى في الروس كذلك مش فقط في الولايات المتحدة، إن بعض الأسرار العسكرية دير 20-30 سنة باش تنزل إلى الميدان، باش تولي مدنية، باش تكون عندها تطبيقات مدنية. يعني المرور من التطبيقات العسكرية قد يكون 10 أو 20 سنة في أكثر، ولكن هذا عند كل دول العالم مش فقط في الولايات المتحدة. بارك الله فيك سيد الوزير، نشكرك ونتمنى لك التوفيق طبعا وفرصة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، في الجزء الثاني ستكون معي رئيس حزب العدل والبيان السيدة نعيمة صالحي للحديث على نتائج الحزب في
هذه المحليات وأمور أخرى لا تذهبوا بعيدا، انتظرونا.